أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2022، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات بالإضافة إلى الميزان التجاري. نعم، ذكر التقرير أنه خلال شهر يوليو الماضي ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 29%، حيث بلغت 421 مليون دينار مقابل 327 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي.